الجواز حاجة، بمعنى انه زي ما قلت هو قرار مش بس بين اتنين واسرتهم وتكافؤ وحاجات طبعا كتيرة جدا. انت بقى قلتي لي دلوقتي او من شوية ان انتوا قبل ما تتخطبوا توقعتوا كل اللي هيتقال، ليه؟ عشان كل الحاجات اللي انت قلتيها من شوية، ان احنا عارفين ان احنا مختلفين عن بعض تماما، احنا مش شبه بعض في اي حاجة غير ان كل واحد مجنون بس بطريقته، انا مجنونة بطريقتي هو مجنون بطريقته. اهلنا شبه بعض جدا الحمد لله، يعني اهله ناس طيبين، اهل والدته من الشرقية واهل والده من الفيوم وعندهم عرق من اسوان كمان، فيعني طيبين جدا فوق ما حضرتك متخيلة بجد. شبه اهلي، حتى جدته شبه جدتي ام ابويا الله يرحمها. انا وهو بقى في حاجات كثيرة جدا مختلفة ما بيننا، بس انا اكتشفت مع محمد انك دايما ما تدورش على حد شبهك، دور على حد يكمل النواقص اللي جواك. وانا كمي الراجل بالنسبة لي روح، بالنسبة لي مشاعر، حنان، اهتمام، عطاء، كلها حاجات ليها علاقة بالمشاعر بس، لكن لا بالنسبة لي ظهر ولا بالنسبة لي اصل الراجل يصرف عليا او مش عارفة ايه، او لا لازم يكون غني ويجيب لي ويعمل لي، ده مش في طموحاتي، يعني ما كانتش طموحاتي يعني في الراجل ابدا. فاحنا كنا عارفين ده عشان عارفين ان الناس هتقعد تقول مثلا ده في فرق سن ما بينهم، ده في فرق اجتماعي ما بينهم، ده في فرق مش عارفه ايه، ده ايه اللي جاب القلعه جنب البحر، مش الكلام بقى اللطيف اللي بيتقال ده. وفي الاخر بقت النتيجه الطيور على اشكالها تقع، لما بقرا الجمله دي مكتوبه الصراحه بتضحكني جدا، يعني اكتر كلمه بتضحكني في الكومنتس الطيور على اشكالها تقع. دول دلعوكوا بقى، لان فعلا الطيور على اشكالها تقع الحمد لله، الطيبون للطيبات، وانا خدت اللي شبهي في الطيبه جدا، لان محمد انما اكيد مش شبهك في الشعر يا مي، اوعي تقولي الموضوع ده. وعلى فكره انا قابلت محمد بس انا بحب شعره محمد، والحقيقه الراجل عداه العيب وازح زي ما بيقولوا، قال لها انا ممكن احلق شعري، مي اللي اعترضت. ايوه يعني جدا انا اصلا قصره شويه كده، قعدت اقول له لا قصرته ليه، يا ريتك ما قصرته، لان الشعر لطيف بعدين مفيد في حاجات كده لما بتغاظ منه كده. طيب الحاجات الفروق او الفروقات اللي انت قلتيها، توقعت ان بسببها ممكن يبقى في اقحام للناس او ان هم ينتقدوا او ان هم يقولوا يتكلموا يا علوي، بس انت ما فكرتيش فعلا في الفروقات دي يا مي؟ انا ما حسيتش بيها عشان افكر فيها بامانه، يعني في الاول قبل ما نبقى قبل ما نرتبط ببعض واحنا اصدقاء، كنت انا اللي طول الوقت بتكلم في الموضوع، لا انا اصلا اكبر منك مش عارفه ايه وبتاع وكده وكلام من ده، فهو كان يقعد يقول لي انا مش يعني انت بس اللي شايفه الموضوع ده، حتى اهله يعني ربنا يخليهم لي وهم بقوا اهلي طبعا، لما باجي اتكلم في قصه ان اصل انا اكبر منه مش عارفه، يقعدوا ما تتكلميش في الكلام ده، عيب يعني دينيا وواحده في وضعك ما ينفعش تتكلمي في كلام زي كده يعني. فانا ما حسيتش بيها ابدا، يعني عمري ما حسيت. مثلا اقول لك الحاجه، ما هو في ناس في ستات كتيره بتبقوا اكبر من جوازهم بس ما بيقولوش، فما بتبقاش مشكله، يعني مشكله لا تظهر. يعني بتتوقد اتنين حبوا بعض وخلاص. عشان يمكن انا ومحمد كتبنا تاريخ، يعني انا واحده من الناس من اول ما ابتديت وانا كاتبه تاريخ ميلادي على 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 الفيسبوك وعلى النت وبتاع، ما عنديش اي نفسيه جحيم ان انا ما اقولش سني، يعني اللي هو لا والله لسه مش هقدر اقول سني مش والحاجات دي، او اقعد اكذب في سني، يعني هكذب ليه؟ يعني في الاخر انا مش مضطره لده، انا لو في وقت من الاوقات قررت ان انا احتجب عن الدنيا هحتجب، مش هيفرق معايا بقى سن ولا الكلام ده خالص، هو تبقى بدماغي يعني. فيمكن هو ده اللي خلى الناس ركزت معانا بقى، والظرافه اللي تتكتب وانت قد امه وانت قد جدته والكلام بقى اللطيف اللي بيتكتب ده، انا لو شايفه نفسي قد امه هتوجعني الجمله، لكن انا مش شايفه نفسي كده، ومش شايفه ان احنا فرق السن اصلا يعني في الدماغ موجود يعني خالص، انا مش حسيتش بيه بجد، انا اللي عملت الازمه دي جوايا في الاول، بس هي مش موجوده تماما لان تفكيرنا واحد واهتمامنا بالمزيكا كمان مخلينا عايشين، يعني انا اخيرا لقيت حد بيشاركني في حبي للمزيكا، فده كمان راضيني بقى جدا. مين اللي كان بيزعل اكتر من التعليقات القاسيه، انت ولا هو؟ بصراحه هو اقوى مني بكتير، يعني انا كانت بتاثر فيا في ايه، ان فجاه تلاقيني كاني ما راكبني عفريت
واللي هو انت ما بتردش عليا ليه، هو انا مش كلمتك، هو انا مش عارفه ايه، هو الحاجات بقى بتاعت الستات اللي هو من غير سبب. انت عايزه تختلقي المشكله اللي هو بقى قاعده كده، هو انا ما نكدتش عليه النهارده. عارفه بجد اللي هو سؤال حاجه لست النفس، حاجه جوايا اللي هو انا عايزه انكد، يعني انا هو انا سايباه كده قاعد وسايبني اللي هو بصي ممكن يا عيني مثلا راجع تعبان فنام، فاروح طبعا ابلج واحز. انت نمت وسبتني. طب انا هوريك اللي هو بعد اللي هو كده طول الوقت بجد. وطبعا كان في ماساه، كان عايز يجيب كلب، فانا طبعا بترعب من القطه، فالكلب ده بقى خد له رئات معانا. يا محمد عشان خاطري انا ما بحبش الكلب وكده مش هاجي. بص انسى ان انا قعدت ابن حبيتكم كلب، يعني انت مش انا بقول لك قطه بخاف اجيب كلب ازاي. وهو بقى فضل متمسك جدا بالكلب. قلت له طب بص يومين وهتمشيه. قال لي هتشوفي. يومين ومش قلت له فين الكلب يا محمد؟ قال لي دي بنت كلب بتحب تيتو وما بتحبنيش انا. قلت له شفت، قلت لك ما تجيبش كلاب في البيت، الكلب ده عايز فيلا وتبقى بره في الجنينه وبتاع كده. يعني انت اللي كنت بتاثري اكتر بالتعليقات، هو اللي كان مكبر دماغه وبالعكس بيهونها عليك وبيزعق، بيبقى مش عايزني. يعني ساعه الكليب بتاع انا بحب الكابوريا، لان انا اللي ضايقني ان هم كمان السخافه، يعني انا مش فارق معايا تعليقاتهم على شعري وبتاع، لان انا مقتنعه وعملت شعري وانا حابه شكلي، لا عشان ابقى شبه محمد ولا عشان اقلده في شعره ولا عشان كل الهزي والهري اللي قعدوا يقولوه ده. انا كل الموضوع ان عاشور شاف الفستان فعمل لي شعري كده بالظبط، ولا كنت شفت ايه ده. انتوا لما الصوره دي نزلت قالوا انه انت مقلداها بقى، وقعدوا بقى دخلوا بقى كتبوا لي لا هي مش بصي هي مش فكره مقلداها، يعني هم حد بيقول انه يا جماعه يعني بتحصل في مكان ما في العالم. وما بيتعاملش فيهم كده ابدا، بيحترموهم وبيقدروهم. احنا بس هنا في بلدنا للاسف اللي بنهين مش بنهين الفنان بس، بنهين الانسان. فانا ساعه الشعري عملته كده، يعني عاشور عجبه ستايل الفستان فقال لي هنعمل شعرك كده. وانا بحب اسيب دماغي دايما للناس اللي بتفهم، يعني انت ديزاينر هتعمل فستان كده اعمله كده، انت كوافير ده شغلك عايز شعري كده خلي شعري كده، انت ماكير شايف كده اللي انت شايفه صح. ما بحبش فقفتي يعني، بسيب كل واحد يعمل شغله. فاكتشفت بقى تاني يوم الصبح عامل لي فوتوشوب للحته دي وحلقينها تماما وحاطين صوره كده وكاتبين ان انا حلقت كابوريا، وابتدت طبعا الزرافه بقى تبتدي. ف محمد قال لي ما ترديش، قلت له مش قادره لا ترد. يعني يا بنتي اسمعي كلامي سيبيهم، مش انت بتخشي تمسحي الكومنتات واللي بيتعدى في الكومنت بتعمليه بلوك خلاص. قلت له لا مش قادره لازم. رحت بقى جايبه شعري كده مكشاه وحاطاه لهم كده عشان يشوفوا ان انا ما حلقتش يعني. ورحت قلت لهم انا بحب الكابوريا قوي وخلاص. وبعدين حد عمل لي الصوره دي فنزلتها برده عشان اوريهم ان بره بيحترموا الانسان وان ده عادي، يعني انا ما عملتش حاجه. بصي ما هو المظهر الخارجي زيه زي اي حاجه بتعتمد على الذوق. البس حاجه تعجب، البس حاجه ما تعجبش، اسرح تسريحه تعجب، اسرح تسريحه ده مثل خاطئ يا استاذه منى. يعني كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك وعيش زي ما يعجبك ومالكش دعوه بالناس واتجوز اللي يعجبك طبعا. كل بجد لا يعني اصل احنا شغالين على ان بصي يا ميمه انا اللي كنت عايزه اقوله انه في النهايه ما انا يعني انا ممكن اشوف حاجه تعجبني او ما تعجبنيش، ولو ما عجبتنيش ده مش مبرر ان انا اجرح اللي هو يعني في فرق كبير، في فرق كبير على فكره ان الواحد يشوف راجل او ست يبقى عنده تعليق بس ما يجرحوش. انا ما اعرفش ليه الناس بقت عندها قسوه كده، او يمكن العالم الانترنت هو اللي بيخلي الناس تبقى بحريتها زياده عن اللزوم، او زي سعيد كده. مش حريه على فكره، هي دي قله ادب بجد والله العظيم. اصل ما ينفعش اقول على التعليقات دي انها حريه. حريه في ايه؟ حريه في ان انت تجرح غيرك، او ان انت تخش تكتب لحد يا يا في ايه يا حبيبي؟ يعني اللي هو معناها ايه يعني الجمله؟ اصل انا واحنا جايين في العربيه بشتم، فمحمد بيقول لي بتقولي، قلت له واحده كاتبه يا عايزه اقول لها بصي لنفسك انت في المرايه يعني قبل ما تقولي لحد كده. يعني بجد ايه الاستفاده؟ ربنا لخص الدين في كلمه واحده، قال ان الدين بقى ولا قال اسلامي ولا مسيحي ولا يهودي ولا اي حاجه، قال الدين معامله. فعلموا ولادكم يعني ايه معامله، يعني ايه ان انا
اعامل ربنا في الناس. انا دايما اقول الجمله دي لاصحابي فكل يقعد يقول لي يا ميس انت اوفر. لا انا مش اوفر، هو ده حقيقي. انا لو حضرتك عملتيني كويس على قد اللحظه اللي انت عملتيني فيها دي عامله كويس، لو ما عملتنيش كويس هيبقى انت ما تهمنيش اصلا ان انا اتعامل معاكي ده بجد. فانا يعني شايفه ان انتوا بتاخدوا ذنوب على حاجه ملهاش لازمه اصلا. طيب كان في ناس كمان لوحدها من غير اكيد انت ما اشتكتيش ولا رحتي عيطتي لحد ولا اي حاجه، في ناس لوحدها طلعت وقالت يا جماعه عيب اللي بيحصل ده، عيب اللي بيتقال ده، هي البنت عملت ايه، اتجوزت واحد هو انتوا تعرفوها ولا تعرفوه، ليه القسوه دي؟ مين اكتر حد اثر فيك يا مي من الناس؟ خالد الصاوي طبعا. انا رحت له في الجنازه بتاعت والده وقلت له بص انا ما بعرفش اقول كلام حلو يطلع اللي جوايا، يعني باجي عند الكلام الحلو وبعطل، بس انا نفسي اوطي على ايدك وابوسها، لان انا النهارده انا النهارده اليوم الوحيد اللي مش حاسه فيه باليتم. فقلت له ربنا يخليك بجد، لان هو اولا مش احنا ما كناش اصدقاء خالص. يعني انتوا يعني ما فيش علاقه وثيقه يعني. احنا زمان يمكن قابلته في حياتي 3-4 مرات فاتفاجئت بموقفه، لقيت فجاه الناس بتقول لي الحقي بصي خالد الصاوي عامل ايه. فدخلت يعني انا حتى لما كلمته في التليفون قبل جنازه والده بقيت بعيط ومش عارفه اقول له ايه، وبعدين قلت له بص انت برج القوس زيي فانت اكيد فاهم انا عايزه اقول لك ايه، انا مش عارفه اتكلم يعني، بس كنت متاثره جدا 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 باللي هو عمله وعمري ما هنساه له طول حياتي يعني. هو لو طلب عينيا هديها له وبجد، لان هو راجل وجدع في زمن قل فيه ان حد ياخد مواقف كده عشان حد. مش عايزه اضخم الموضوع بس زي ما الكلمه الوحشه بتاذي الكلمة الطيبة بتسند جدا. انت عارفة في القرآن الكريم الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة اصلها ثابت وفروعها في السماء. فالكلمة مع انها يعني حروف يتهد يتقوي، ودي كانت كلمة خالد الصاوي اللي انت شفتيها بشكل كبير قوي جدا وامتنيتي ليها جدا، امتنيت ليه جدا لان حسيت بصدقه وحسيت ان هو يعني قد ايه اتوجع من الكلام واتوجع من اللي حصل، وما هموش بقى ان الناس تكتب ده خالد الصاوي كتب وعمل، لا ما هموش حتى اسمه ولا وضعه ولا اي حاجه، هو دخل وقعد دب 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 اللي هو يعني خلى اي حد يخرس بصراحه. وبعديه بقى ناس كتيره ما شاء الله يعني شافوا اللي هو عمله فابتدى كله بقى كمان يكتب معاه ويدخل، ويعني قريت لي صبري فواز، قريت لاحمد جابر مهندس صوت، حنان ماضي، يعني ناس كتيره مش عايزه انسى حد، لان فعلا كل شويه ايمن بهجت قمر، كل شويه كنت بشوف ناس بتخش تكتب لي، وعمرو مصطفى، ناس كتيره قعدت تكتب. انا اتفاجئت اصلا بمواقفهم يعني اللي هو انتوا الحمد لله. انا عمري ما كان ليا مشاكل مع حد في الوسط ابدا، وعمري ما كنت شخصيه مؤذيه، والحمد لله دايما زي ما بدخل كويسه بخرج كويسه. فده بسطني ان الحمد لله ان العلاقات الطيبه اللي سبتها مع الناس فضلت لي في حياتي الحمد لله. طيب لازم تفكرينا باول اغنيه انت غنيتيها. طب وانا اشترطت عليكي على اشترطت عليكي وقلت لها عارفه لو ما غنيتيش غمض عينيك. صحيح انه مجدي القاسم له نصيب كبير من نجاح الاغنيه، بس طبعا انت صوتك له نصيب كبير من الفضل عليا كمان، لان انا مش مدينه لاي حد الحمد لله في الوسط ده بالشكر او انه وقف جنبي غير مجدي القاسم، هو الشخص الوحيد اللي وقف جنبي وساندني، عشان كده انا هفضل احترمه لحد ما اموت واكن له كل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان. غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا، غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا، دوقني شوق ذوق الغرام، غمض عينيك
وفي حضني نام، دوقني شوق دوق الغرام، غمض عينيك وفي حضني نام، قول بالهوى من غير كلام، ده احنا اتخلقنا لبعضنا. صوتك جميل وحنين ودافي. انتوا حد من اسرتكم بيغني؟ بابايا ومامتي الله يرحمها برضو كان صوتها حلو، اختي وعمتي. كلكم صوتكم حلو. فحققت لهم حلمهم بقى، كله كان نفسه يغني بس ما عرفش. حاولوا وما عرفوش؟ لا بابايا طبعا، لا بابايا من طول عمره استاذ. يعني كان شغله اكتر تربيته لاخواته وتحمل مسؤوليتهم. بابايا كان مدير الشؤون القانونية في محافظة الغربية، وبعد كده قدم استقالته وبقى محامي حر، وهو عضو اتحاد الكتاب وناقد أدبي بيكتب قصة قصيرة، وكان الغنى ده بالنسبة له يعني في الجامعة. ماما طبعا عشان كانت من أسرة يعني فلاحين وكده، فما كانش ينفع ده عندهم، بس برضو كان صوتها حلو. أختي صوتها زي صفاء أبو الصعود بالظبط. جدا، وكانت بتغني، وبرضو بابا قال لها يعني ان لا بلاش وكده، انا بقى اللي جيت قهرت كل القواعد. كانت مامتك بتغني لك ايه يا مي؟ لا هي ماما يعني كنت ماما كانت بصي مامتي كانت كل ما اغني اي حاجه تعيط، اغنيه حلوه يعني اغنيه دراما اغنيه رومانسيه اغني وقف الخلق الاقيها بتعيط. فقلت لها ماما انت بتعيطي؟ قالت لي صوتك بيعيطني. عيني كانت حساسه جدا. فرحانه بيكي جدا. فرحانه بيكي. وهي كانت يعني انا كنت دايما احب اغني لها يعني يعني دايما كان عيد الام كان لازم اروح متصله بيها في التليفون ومغنيه لها ست الحبايب، تفضل بقى تسح من عينيها واقعد يا ماما انا بغني لك عشان افرحك، فهي تبقى متاثره جدا. انت عملت لها اغنيه؟ انا قلت لامي امي اتخلقت بحبها بجد، حب ملوش مثال، تدعي لي دوا بقلبها يقف لها ولاد الحلال، دي أمي وبقيت أمها لما قالت مرة دي كل واحدة يا بختها برضا أمها طول الحياة، بتحبني من غير تمن مقوياني على الزمن، أمي أنا جنة عدن بتجري تحت رجلها. عملتها بعد ما توفت ولا هي عايشة؟ عملتها بعد ما توفت، لأن أنا طول الوقت اقول لك على حاجه غريبه جدا، لما حد بيقول لي
ربنا يغفر لمامتك ويسامح لها ويسامحها ويغفر لها قد ايه يعني. هو بيطلب لها السماح والمغفره بس انا بتوجعني بقعد يعني بقعد اقول لعاطف ايه لا انا مش عايزه حد يقول كده. الله يرحمها يعني. انا حتى لما بدعي لها وانا بصلي بقعد اقول يا رب ارحم امي واسكنها فسيح جنات فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين. انا شايفه امي صالحه جدا وست طاهره واللي هو يعني كمان ماتت مبطونه فشايفاها في حته كويسه جدا وترجيت ربنا جدا يوم ما توفت ان هو يجيبها لي في الحلم وجات لي في الحرم وانا بعمل لها عمره. كنت واقفه بصلي في صلاه الجماعه وبكلمها يعني شايفاها واقفه في وشي عماله تضحك لي فعماله اقول لها بس يا ماما ما تضحكنيش. فراح يعني كان معايا مرات واحد صاحبنا فراحت عملت لي كده فقلت لها اه انا استغفر الله العظيم يا رب. قلت لها بس ماما في وشي بتضحكني يعني. بصي انا كنت طول الوقت يعني بتعامل مع موتها بقوه يعني اللي هو ايه يعني. وانا وهي بعد ما توفت قدامي بقيت انا اللي ماسكه اخويا وبقول له لا ما تعيطش مش عايزه حد يصوت عليها مش عايزه حد يعيط عليها اللي هو كده بجد اللي هو انا شفتها قدامي يعني راحه في حته كويسه قوي يعني. كانت طيبه جدا وحنينه وكانت طول الوقت زي ما قلت لك انا كان فارق معايا ان انا اقول لها انا بحبك ما تتهمنيش ان انا بحب بابا اكتر منك. ففضلت تطبطب عليا بمنتهى الرقه يعني فضلت ماسكه ايدي كده كانوا حاطين لها الحاجات بقى الاجهزه والحاجات السخيفه دي فقعدت تعمل لي كده. فانا قد ايه بقى الحركه كانت رقيقه فتعاملت معاها اللي هو ايه قعدت اكلمها يعني مش اتجننت لا بس انا عارفه ان هي حاسه بيا. فتوفت وروحها طلعت وانا يلا يا ماما انا هوديكي الثلاجه ما تخافيش يا ماما انا جايه لك تاني. ورحت البيت عند هبه عملت ختمه قران ورجعت وقفت على الغسل وانا في منتهى القوه كله كان معتقد ان انا يعني هطلع من الغسل ده اللي هو مسور او حاجات كده. فانا طلعت بميه زمزم بعد ما حطيناها على ماما اللي هو اتفضلوا اشربوا يلا نسافر. تروحنا على طنطا وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وجت معايا لحد طنطا وسندوني في الموقف ده. ورحت وتعاملت وانا خلصت وطول العزاء صحابها بيضحكوني عليها وبيفكروني بمواقف هي كان دمها خفيف فكانت بتعمل مش عارفه فينا ايه وكانت بتقول ايه وكده. وبعد كده لما جيت انام فشويه وجع بقى غصب عني يعني اللي هو اخره الصمود بتاع اليوم يعني. فقعدت اترجى ربنا جدا ان هو يجيبها لي في الحلم. قعدت اقول له طب انت خليني اشوفها في الحلم ومش عايزه حاجه ثانيه يا رب. فنمت حلمت بيها في نفس الموقف اللي كنا فيه بقى بس كل الناس اللي هي كانت بتحبهم جنبها وهي بتقرا معايا انا وهي بتتوفى شذا بشكرها جدا انها فعلا ونعم الصديقه جت وقفت جنبي في اليوم ده وبقت المطربه بقت تزقني. انا الدكتور يعني كان قاسي جدا بيقول لي مامتك هتتوفى خلال ساعات فانا بقى ايه مش قادره طب اعمل ايه. فشذا تزقني وتقولي خش اقري قران جنب مامتك. فكنت قاعده اقرا جنبها قران فجت لي في الحلم انها بتقرا معايا في صورة الواقعة. فأنا وقمت كمان على توشيح الفجر. ربنا كده ساعات يبعت لنا حاجات تطبطب علينا طبعا في الأزمات طبعا. بس ده مش هينسيني يا مي انك تغني لماما لمامتك ولكل الأمهات. الصحيح انه عيد الأم الشهر الجاي بس أحب أوي أسمع ست الحبايب بصوتك يا مي. حاضر يلا. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتباع يا ربي خليكي يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت اسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري يا رب.
خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. دي شوقية، الموضوع بسيط خالص، اتنين حبوا بعض وجوزوا الحمد لله. كانت تجريها كنت عمالة تعيط، ما انا نفسي اتجوز. ايوه هو بيصبح هنروح الاوتيل اللي اتولد فيه حبنا. الفرح طرب طرب عرب، انا اعمل ايه وانا لا اصلح على ضربتنا والله واخلص مني. ما هي اوكا هنعيش في حب الناس، هو ده اكبر احساس، هنعيش في حب الناس، هو ده